مرحبا. هاي السلايد طبعا ما لهاش علاقه بالموضوع، يعني هي بس تعريف برضه بنفسي انا، لانه اول سيشن بالقاعة. انا علاء، اداري ويكيبيديا العربيه. هاي الصلاحيات طبعا الادفانس برميشن اللي انا معي بويكيبيديا من 2017 تقريبا، مستمره لحد الان باللون الاخضر. طبعا باللون الثاني بتكون صلاحيات، اما تعوضت بصلاحيات ثانيه او صلاحيات اصلا خلص يعني توقفت. اللي راح اتكلم عنه انا اليوم اللي هو هاو تو بروتكت يور اكونت ويكيبيديا، او كيف تحمي حسابك في ويكيبيديا. بداية هذا السؤال المطروح دائما، هل تعتقد ان حسابك في ويكيبيديا امن وغير قابل للاختراق؟ طبعا هذا السؤال من اصعب الاسئله اللي كانت المستخدمين يطرحوها، يعني هل ويكيبيديا قابله للاختراق مثلها مثل باقي المواقع، يعني مواقع التواصل، او هل في اشخاص مهتمين اصلا باختراق ويكيبيديا، اختراق الحسابات، التعدي على معلوماتك وما الى ذلك؟ هذا السؤال المطروح طبعا بداية. راح اتكلم حاليا عن الطرق المستعمله لامن الحساب. طبعا في طرق اكيد المجتمع العربي راح يتفاجئ فيها طبعا، لانه الفكره العامه عند المجتمع العربي الموجوده في ويكيبيديا العربيه خصوصا هو موضوع كلمه المرور، موضوع الايميل او البريد الالكتروني، وممكن نقطه اضافيه حاليا صارت اللي هي توثيق العاملين التو فاكتور اثنتيكيشن. طبعا هو لسه المجتمع مش متعامل معها بشكل كامل. هلا النقاط اللي راح اتكلم عنهم بدايه، هاي نقاط بسيطة راح تكون بالنسبة للبرايفسي تبعت الأشخاص، أو بالنسبة برضه متعلقة بحماية الحساب. أول شيء اللي هي ملفات تعريف الارتباط الـ HTTP cookies. ويكيبيديا مجرد تعمل لوجن الـ HTTP cookies راح تتخزن عندك لمدة 30 دايز طبعا في الحساب. اليوزر نيم لو حولت يعني ممكن أنت بتختار، هل راح تحفظ برضه الباسورد أو بس فقط اليوزر نيم وما إلى ذلك. لو حولت تدخل من سيشن ثانية أو مرة ثانية الاسم راح يظهر تلقائي طبعا على ويكيبيديا لو كنت حافظ الباسورد. طبعا هاي النقطة فيها كلام، خصوصا لو كنت بتستعمل حواسيب عامة أو حواسيب جامعات وما إلى ذلك. فيفضل في ملفات تعريف الارتباط إنه بعد كل سيشن أو بعد كل جلسة بتنهيها إنك تحذفها طبعا ملفات تعريف الارتباط. المتصفحات بتوفر هذا الخيار بسهولة. النقطة الثانية اللي هي نقطة تسجيل الدخول. طبعا احنا بنحكي ويكيبيديا متاحه للجميع، سواء كان عنده حساب في ويكيبيديا او لا يمتلك حساب في ويكيبيديا، بس يفضل انشاء حساب في ويكيبيديا. انشاء الحساب في ويكيبيديا بيحفظ لك بدايه خصوصيه الاي بي الخاص فيك، هاي نقطه ضروريه طبعا بالنسبه للافراد، لانه عن طريق الاي بي ممكن يتم تحديد اللوكيشن الخاص فيك، عده امور ممكن اذا كنت بتحرر من يونيفرستي من جامعه محدده من مدرسه من ما الى ذلك، ممكن الاي بي يساعد بتحديد اللوكيشن الخاص فيك. هذا له علاقه بحمايه الحسابات وحمايه البيانات. طبعا حاليا يعني اخر شيء في نقاش بمؤسسه ويكيميديا الاشهر الماضيه انه ارقام الاي بي ما تصيرش ظاهره، يعني ما تظهرش للناس اصلا، يعني لفئات محدده من المستخدمين فقط تظهر. طبعا النقاش ما زال مستمر، لانه يعني بيختلف فكره ويكيبيديا بالكامل باخفاء ارقام الاي بي لما تعدل ويكون عباره عن يونيك اي دي لكل رقم اي بي بيعدل. النقطه الاخيره اللي هي المعلومات الشخصيه، او النقطه اللي هي بالصفحه حاليا، المعلومات الشخصيه انه كل شخص بينشر حسابه على ويكيبيديا بيضع معلومات شخصيه عن نفسه فيها. طبعا في اشخاص هذا بيعرضك لنوع من الإيذاء الأبيوز الهارسمنت فيما بعد، اسمك الشخصي، معلوماتك، وين ساكن، دراستك، رقم تليفونك، حسابك على الفيسبوك وما إلى ذلك. طبعا لهيك يفضل على ويكيبيديا محاولة التقنين، يعني عدم وضع هذه المعلومات بشكل ضخم عشان حماية حساباتك وبياناتك فيما بعد. راح أحكي بشكل عام عن ثلاث نقاط يعني بشكل سريع. أول شيء اللي هي كلمة المرور أو الباسورد. طبعا سنة 2018 تم تحديث سياسة الباسورد في ويكيبيديا عموما او في مشاريع مؤسسة ويكيميديا بشكل كامل. صارت بتشمل طبعا المستخدمين الحسابات الاعتيادية، يعني اي مستخدم غير حاصل على ادفانسد بيرميشن او صلاحيات اضافية بتتطلب اكسس لامور اضافية. طبعا البيانات وضحتكم انه 8 احرف، 100,000 كلمة مرور، قلم تطابق نفس اسم المستخدم، انه كانت هي مشكلة بتواجهنا، انه الشخص مثلا اسمه على ويكيبيديا مستخدم مثلا علاء بيحط الباسورد على، فكانت هي مشكله بالنسبه لويكيبيديا. فحاليا هاي الشروط، يعني هاي من نهايه 2018 تم اعتماد جميع هاي اللي شروط بالنسبه للباسورد على ويكيبيديا. اذا ما تلائمتش مع الشروط ويكيبيديا تلقائيا طبعا مش راح يعني راح ترفض اللي هو اختيار الباسورد. بالنسبه للنصائح حول كلمه المرور، طبعا انه كلمه المرور اكيد يعني اول شيء في ويكيبيديا الحسابات التشاركيه ممنوعه، يعني انه شخص حساب واحد يتشاركه عده افراد، هاي ممنوعه بدايه. النقطه الثانيه انه حتى لو كان موظف مؤسسه ويكيميديا نفسه، سواء سكيورتي تيم سواء تراست ان سي 15، ما حدش راح يطلب منك كلمه مرور حسابك بتاتا. فكلمه مرور حسابك خاصه فيك، ما تشاركهاش مع احد، لانه بالنهايه حسابك ممثل لك، يعني مش راح تيجي تحكي والله هو طلبها،
او هو طلب مني اني اعطيه كلمه مرور. النقطه الثانيه اللي هي ويكيبيديا مبنيه على النظام الميديا ويكي، في كثير مواقع راح تلاقوا نفس شكل ويكيبيديا بالكامل، وحتى في بعضهم ممكن بيستعمل شعار ويكيبيديا بس بيغير بعض الامور فيه. فالشخص لازم ينتبه انه الموقع اللي بيسجل فيه دخوله ويكيبيديا مش شخص او موقع يعني بيحاكي موقع ويكيبيديا. هاي نقطه كثير وقعوا فيها اشخاص. النقطة الثالثة اللي هي كلمة المرور، يعني تكون كلمة المرور انه سهلة التذكر صعبة التخمين. يعني بدناش كلمة مرور انت تدخلها وبعدين تحكي انا مش عارف شو كلمة المرور صعبة كانت علي. فكلمة باسورد هي من الكلمات اللي يعني انه ما يتمش استعمالها بالمرة. المثال مثلا هون هاي الكلمة بالعكس، يعني هاي الكلمة البعض اعتبرها انها سهلة التذكر صعبة التخمين طبعا. واهم شيء يعني على قولت انه بما انه ذكر كمثال يعني هاي مذكورة في الارشادات ويكيبيديا، تفاجأنا انه مذكورة الباسورد هاي كمثال انها كلمة سر قوية، اشخاص راحوا استعملوا الباسورد. إيه النقطة الأخيرة اللي هي تجنب استعمال الحواسيب العامة لأنها بتحفظ لك كل شيء من الدخول وممكن تكون فيها برمجيات معينة. البريد الإلكتروني، عشان الوقت بيسخون، البريد الإلكتروني يعني أمر مهم إنك تكون رابط حسابك في ويكيبيديا بالبريد الإلكتروني، لأنه شو ما يحصل فيما بعد، ضاعت كلمة المرور، حصل اختراق لحسابك، البريد الإلكتروني المرتبط هو اللي بيساعد بكل هاي الأمور. عدم وجود بريد إلكتروني يعني إنك فقدت الوصول لحسابك بالكامل. التوثيق ذو العاملين طبعا له تسميات مختلفة، أو التحقق ذو العاملين أو ما إلى ذلك. طبعا هو مؤسسة ويكيبيديا من سنتين بدأ تطبيقه على الحسابات، بتعطينا الحسابات اللي عندها Advanced Permission طبعا فقط، بس حاليا صار أو من سنة صار في خيار إنه ممكن الشخص يطلب إنه أنا بدي أدفع له الخيار هذا عندي. التوثيق ذو العاملين لطيف إنه بيكون في عندك تطبيق سواء على التليفون على جهازك الحاسوب، كل 60 ثانية بيعطيك كلمة جديدة، كلمة مرور جديدة مكونة من الأرقام. لما تعمل لوجن على ويكيبيديا بيطلب منك هاي الكلمة. طبعا الكلمة هاي أكيد مش راح تكون غير أنت الوحيد اللي قادر توصل لها. النقطة البعدية هذه الفكرة مستعملة بويكيبيديا الإنجليزية أكثر طبعا عن ويكيبيديا العربية. الفكرة مفيدة اللي هي هوية المستخدم الملزم، أنا خدناها لويكيبيديا العربية قبل سنتين تقريبا. الفكرة اللي هي زي المربع البرتقالي الظاهر فوق، طبعا هذا رابط الموقع برضه اللي بتوفره مؤسسه ويكيميديا، هذا عنوان القالب والاسم على ويكيبيديا العربيه، ممكن تلاقي فيه الدوكيومنتيشن الكامل للقالب هذا. الفكره انك بتدخل على الموقع هذا اللي هو موقع بيعمل هاش، يعني انه الكلمه بيجزئها الكلمه وبيخليها صارت تكون. فمثلا هي البيانات، طبعا اللطيف فيها الفكره هي انك انت بتحط بيانات شخصيه خاصه فيك، في حال تم اختراق حسابك المؤسسه قادره تعاود تحليل الهاش الظاهر فقط، طبعا المؤسسة عن طريق الموقع الخاص فيها، لهيك المؤسسة بتفضل يكون عن طريق الموقع فقط. ممكن تعاود تحليل الهاش، تظهر عندها البيانات أعلى، بتطلب منك يعني يعطيني مثلا الباسبورت، الباسبورت الخاص فيك، البوست بوكس أوفيس اللي عندك، والأمور كلها. طبعا يفضل البعض بحط مثلا رابط حسابك على موقع التواصل الاجتماعي في شيء، والقالب نفسه أعلاه بتحطه بصفحتك الشخصية. فيما بعد تم اختراق حسابك، تم أي شيء، ممكن المؤسسة تعاود تحلل الهاش الموجود بالاعلى، تطلع عندها البيانات على، تطلب منك انك تاكد هاي البيانات عن طريق معين. لهيك لما تختار بيانات تكون بيانات ما بتتغيرش، يعني مش رقم تليفونك مثلا، لا، حاول انه تكون عنوانك البريدي، اسمك الكامل في الباسبور، يعني امور مش اي شخص ممكن يعرفها عنك. بس هذا هو اخر نقطه اللي هو هذا الشعار، يعني هذا الشعار بالنسبه لنا في ويكيبيديا هو عين ويكيبيديا، انه تاكد في ويكيبيديا انه شو ما كنت مستخدم جديد او مستخدم قديم، في حدا بيراقبك، في حدا بيراقب تعديلاتك في ويكيبيديا، في حدا بيتابع تعديلاتك في ويكيبيديا، واكيد في فئه من هاي الاشخاص بتتابعك عشان تعمل لك هارسمنت فيما بعد، يكون لك في ايذاء فيما بعد، تاخذ معلومات عنك فيما بعد. فهي النقطه الاساسيه وبس، هيك تمام. شكرا لك. هل هناك اسئله؟ اهلا. هل هناك تعليمات للتعديل بالخصوصية؟ يعني إذا أردت أن تعدل مقالة ذات حساسة ولم تريد أن تقع في مشكلة مع مؤسسة ما، هل هناك تعليمات لذلك؟ لا طبعاً، بتاتا هذا الموضوع يعني مش موجود في ويكيبيديا يعني. بس الفكرة يعني المستخدمين أوجدوا أفكار ذاتية من عندهم، يعني بعضهم في مستخدمين محددين بدهم يحددوا بموضوع حساس وبدهم مش حسابهم نفسه يرتبط في ويكيبيديا في هذا الموضوع أو الآي بي الخاص فيهم، ممكن بيستعمل برامج في بي إن، أوبن بروكسي، ما إلى ذلك، بيدخل بيعدل المقالة بالنص اللي بده إياه بمحتوى يعني. بس هو كشيء رسمي لا مش موجود طبعا، لا بتاتا. هذا مش سؤال وإنما إضافة، يعني للناس
باغيين يشوفوا الباسورد ديالهم واش يعني از سيف اور نوت. كاين واحد السيرفيس اونلاين اتس كولد هاف اي بين بوينت دوت كوم. هي داتا بيز لكل يعني الثغرات العالمية الاستيساس العالمية. يعني مثلا اذا وقع مثلا هاك للفيسبوك ولا الانستغرام ولا للخدمة تطلع يعني في هذا السيت وجميع يعني الداتا بيز كاع ديال اليوزر نيمز ان الباسوردز كيكونوا فيها. كتدخل كتكتب مثلا مع الباسورد كيف ما كان كيقول لك واش هذا الباسورد واز ات اوريدي هاكت اور نوت. So to make a better choice in passwords. Thank you. Thank you. Other questions? أسئلة أخرى؟ Okay. عندي سؤال أنا. سؤالي هو يعني project عجبني. وين نقدر نعرف المعلومات المزيد عنه؟ نقطة حكينا عنها في الأول سيشن كانت إن المشكلة إنه كل هاي السياسات موجودة باللغة الإنجليزية على الميتا غير مترجمة للغة العربية. هاي الإشكال الرئيسي. مثلا لو دخلت على الميتا أو على جوجل حتى باسورد بوليس ويكيبيديا راح تطلع لك صفحة الميتا مباشرة فيها باسورد بوليس بالكامل يعني اللي هي السياسة. لو الاسم مثلا اسم التمبليت اللي عرضته هون هاي اسم التمبليت فوق يعني لو دخلت على ويكيبيديا الإنجليزية ويكيبيديا العربية وحطيته راح تلاقيه. بس للأسف زي ما قلت يعني هي أغلبها موجودة باللغة الإنجليزية فقط يعني. فهذا مصعب الامور على المجتمعات اللي ما بتقراش لغه انجليزيه تتعامل معها.